Freunde, wie geht's euch? Ich bin hier Ahmed المهدي. هنتكلم النهاردة عن جزئية جديدة وهي دي فورشتيلونج. كلمة فورشتيلونج اللي هو التعارف. شتيل ديش فور. شتيل ديش فور يعني عرف نفسك. طبعا ده سؤال مهم جدا لو عملت انترفيو ولا حاجة. اول سؤال بيسأله لك بيقول لك عرف نفسك، يبقى كلمة عرف نفسك يعني شتيل ديش فور يعني عرف نفسك. اول حاجة عشان تعرف نفسك هتتكلم الاول عن الاسم، اسمك. صيغة الاسم، صيغة الاسم في عندي ثلاث اشكال لصيغة الاسم. اول حاجة هتقول ايش هايس هير احمد، ايش هايس هير احمد، ايش هايس هير احمد يعني انا اسمى السيد احمد. وكلمة هايسن الفعل هايسن بمعنى يسمى او يدعى. ممكن الاسم نقوله بصيغة تاني، ممكن اقول ماي نامي ايست هير احمد، ماي نامي ايست هير احمد، ماي نامي ايست هير احمد يعني برضو اسمي يكون السيد احمد. ممكن اقولها بصيغه ثالثه بقول تمام ايش بين، ايش بين يعني انا اكون وبكتب الاسم ايش بين هير احمد. يبقى عندي ثلاث صيغ لو انت بتقدم نفسك او عايز تعرف اسمك. يا اما اقول ايش هايس الاسم، ماي نامي ايست الاسم، ايش بين بعد كده الاسم. طيب تاني حاجه بتكلم عن حاجه اسمها هير كونفت. كلمه هير كونفت اللي هو الموطن. هقول ايه بقى في الموطن اللي هو الاصل بتاعي. تمام ايش كومي اوس ايجيبتن، ايش كومي اوس ايجيبتن يعني انا اتي من مصر. ايش كومي اوس ايجيبتن انا اتي من مصر. يبقى انا اتكلمت كده عن الهير كونفت اللي هو الموطن. نقول الجملتين سريعا، ايش هايس هير احمد، ايش كومي اوس ايجيبت. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها فون اورت. فون اورت كلمة فون اورت اللي هو مكان السكن. وخلي بالي ان في فرق ما بين الموطن ومكان السكن. مكان السكن اللي هي كلمة فون اورت المكان اللي انا ساكن فيه. اقول ايش فون ان واكتب المكان، ايش فون ان هرم، ايش فون ان هرم يعني انا اسكن في منطقة الهرم. يبقى انا كده اتكلمت عن الاسم، اتكلمت عن الموطن، اتكلمت عن الفون اورت اللي هو مكان السكن. نتكلم بعد كده عن التر. التر كلمة التر معناها العمر او السن. عشان تتكلم عن العمر او السن هتستخدم الفعل يكون هو فعل زين مصرف مع الضمير ايش. تمام هتبقى فكر كده. تمام ايش بين فيات سيش ياغي الت، ايش بين وتحط السن السن بتاعك بعد كده كلمة ياغي الت، ايش بين فيات سيش ياغي الت، ايش بين فيات سيش ياغي الت. يبقى انا كده اتكلمت عن العمر او السن. بعد كده هتكلم عن بغوف. بغوف كلمة بغوف اللي هي الوظيفة. عشان تتكلم عن الوظيفة برضو هتستخدم الفعل يكون اللي هو الفعل زين هنصرفه مع الضمير ايش. تبقى
ايش بين، وتكتب الوظيفة ايش بين دويتش ليرر. ايش بين دويتش ليرر يعني انا اكون معلم الماني. يبقى كده اتكلمنا عن الوظيفة. بعد كده هبدأ اتكلم عن دي هوبس. كلمة دي هوبس اللي هي الهوايات، دي هوبس يعني الهوايات. هقول ايه؟ انا امتلك هوايات كتير مثلا. طيب يعني امتلك، قلناها قبل كده الفعل هابن بمعنى امتلك. طب عايز اقول انا امتلك او انا لدي. ايش هابي انا امتلك فيل هوبس. ايش هابي فيل هوبس. ايش هابي فيل هوبس يعني انا امتلك هوايات كتير. ممكن بقى ابدا اتكلم عن بعض هذه الهوايات. قلت لك عشان تكون جملة لابد أن يأتي الفعل في المركز الثاني. عايز أقول مثلا أنا بلعب كرة قدم، نقولها إزاي؟ تمام. إيش شبيل جيرن فوسبال. إيش شبيل جيرن فوسبال يعني أنا بحب لعب كرة القدم. نبدأ نتكلم بعد كده عن حاجة اسمها فاميليان شتاند. فاميليان شتاند، كلمة فاميليان شتاند خدناها بكده بمعنى الحالة الاجتماعية. هتكلم عن الحالة الاجتماعية، هقول تمام ايش بين فير هيراتك. ايش بين فير هيراتت، كلمة فير هيراتت صفة بمعنى متزوج. ايش بين فير هيراتت يعني انا اكون متزوج. طيب بعد ما قلت انا اكون متزوج هتقول بقى الاطفال اللي عندك. تمام. ايش هابي، ايش هابي يعني انا امتلك، وتكتب الرقم بعد كده كلمة كيندا. ايش هاب لغاي كيندا. ايش هاب لغاي كيندا. ايش هاب لغاي كيندا يعني انا امتلك ثلاث اطفال. ممكن تفصص بقى الاطفال، ممكن تقول مثلا ولدين وبنت او بنتين ولد، نقولها ازاي؟ تمام. ايش هابي زواي زونه اند اينه توختر. تاني. ايش هابي زواي زونه اند اينه توختر. انا عندي زواي زون يعني ولدين، und eine Tochter يعني ابنة واحدة. ich habe zwei Söhne und eine Tochter. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفورشتيلونج اللي هو التعريف بالنفس. نقولها كده سريعا. ich heiße Herr Ahmed. ich komme aus Ägypten. ich wohne in Haram. ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Deutschlehrer. Ich habe viele Hobbys. Ich spiele gern Fußball. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder. Ich habe zwei Söhne und eine Tochter. عايزك كده في الكومنتات تعمل لي فورشتيلونج
عن نفسك، هتتكلمني عن اسمك، موطنك، مكان السكن، الوظيفة، هتتكلم عن الحالة الاجتماعية، هتتكلم عن الأطفال. كده يبقى احنا خلصنا حلقتنا من التعريف والنفس. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك، الاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.